تحسبا لشهر رمضان وللصائفة القادمة، تعمل شركة سيال على توفير المياه الشارب بكميات تضمن تفادي شح الحنفيات عن سكان العاصمة. أكثر من 800,000 متر مكعب ستوفر يوميا، كمية جاءت بفضل استغلال المياه الجوفية التي غطت عجز السدود. فيما يخص شهر رمضان راح نقوم برفع القدرة الإنتاجية تاعنا من 750,000 متر مكعب إلى 850,000 متر مكعب باش نحسنوا من عملية توزيع المياه الصالحة للشرب. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة من العام اللي فات لهذا العام درنا أكثر من 217 بئر ارتوازية. سيقراص المياه الجوفية اللي رانا نستغلوا فيها اليوم أطرافير لي فوراج كي اون ايتي رياليزي اللي رانا نعوضوا العجز اللي سجلناه على مستوى السدود. ولأن ظاهرة تبذير المياه أصبحت تساهم أيضا في ندرة هذه المادة الحيوية، جاء اقتراح استعمال حنفيات توقيتية في المؤسسات والفضاءات العمومية كحل لتقليل نسبة التبذير. سنقوم بتركيب حنفيات توقيتية اليوم، عندنا 12 حنفية نحو القدم ونديروا الحنفية التوقيتية، هذه كإشارة مباشرة للطفل باش يعود مام هو كيحل العين، باش يخلي العين مفتوح لأنه الغلق التلقائي للحنفية. نوع هذه الحنفيات يجب أن تركب في جميع الأماكن العمومية بما فيها المدرسة، الثانوية، المتوسطة، المسجد، مراكز الشباب، المراكز الثقافية. شح الأمطار جعل قطاع الموارد المائية يضاعف جهود توفير المياه لسد الاحتياجات وضمان التوزيع المستمر والمتكافئ، ليبقى الوعي بالمحافظة على هذا المورد الهام وتجنب التبذير مسؤولية الجميع.